السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. بداو القصه ان شاء الله. قبل ما القصه بغيت نطمئنكم على الوالده ديالي، مازال ما دارتش العمليه، ولكن الحمد لله هاد الساعه باقي عندها واحد التحاليل خصها تكملهم عاد تدخل العمليه ان شاء الله. دعوا لها بالشفاء. وتنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، راني تنقرا كلشي، اسمحوا لي ما كنقدرش نجاوب. الله يدير التوالي يا ربي، وتنتمنى من الله كلشي يدوز على احسن الاحوال يا ربي. دو قصة ان شاء الله. اشهر ثلاثة عندي معها ذكريات ناقصة شوية، كضرني ملي كنتفكرها. الذكرى ديال خويا كرام الله يرحمه، مات مسكين في شهر ثلاثة، وبغيت نعاود لكم كيفاش مات والنهار اللي مات شنو وقع فيه. داولو بالرحمة، الله يحفظكم اخوتي، داولو بالرحمة. خويا كرام ما كنتش كنتفاهم انا وياه، علاش؟ حيت انا كنت قبيح وتندابس، وهو ما تيرضاش. هو ما تيبغيش يجي عندي يقول لي راه بسل عليا شي واحد ولا. اليوم خويا كيجي عندي تيقول لي راه بسل عليا بنادم، اجي شوف عليا هذا. ما كرام لا، كرام ما كيجيش شي واحد كيسولو تيقول له واش انت خو الياس، تيقول له لا راه الياس اللي خويا. مسكين اللي غيموت. تخيلوا معايا اخوتي، انا اللي غيموت انا راه محكوم بست شهور ودوزتها كامله، حتى النهار اللي غنخرج فيه داك الصباح مصيفط على كوستيم، يعني كوستار لابسو خارج بيه من الحبس، كلشي تيشوف فيا. شغنقول لكم حق الله، تنتفكر لك النهار ما عرفتش، كنت حاسس بشي حاجه غتوقع، اقسم بالله العلي العظيم الا كان قلبي مقبوض خارج وما مرتاحش، والناس كلشي فرحان ليا، كلشي تيبوس فيا، كلشي تيسلم عليا، كلشي تيقول لي جاك كوستيم زوين، جاك كوستيم واعر. وخرجت وتعرض لي واحد الدري صاحبي وواحد البنت، تعرضوا لي باب الحبس ديال العواد. خرجت لعندهم، مشينا فطرنا في واحد القهوه، جيت للدار. ديك الساعه مدابز انا وخويا، حيت ديك الساعه كانت عندي علاقه مع واحد البنت وكنت انا مشدود، وكنت دابز معاها هوايا ودار فيها وسبها. عيطت ليه انا، خاصمت عليه وعايرتو، قلت له خويا كرم علاش هادي البنت اش بينك وبينها؟ قال لي ردت عليا الهضره صافي. وبقى بيني وبين واحد الخلاف، وفاش كنت خارج هو مسكين كان تيقول واقيلا الياس غيخرج غيدابز معايا، وانا نيتي صافي قسما بالله العلي العظيم. كيقول الوالده واش الياس غيدابز معايا؟ كتقول له راك عارف الياس خو قلبو سماح، راه ما غيدابز معاك، ما يهضر معاك، ما والو. افيكتيفمون جيت للدار انا والدري صاحبي وديك البنت، وجاو عندي نساب اختي، حتى هما جاو شافوني وجالسين مجموعين هكا اونصوم كنشربو قهوه في الدار عندي لتحت. شويه عطات الوالده قالت لي عافاك خوك راه بغى يجي يسلم عليك، ما يقول لك على سلامتك. قلت لها واخا المهم انت ماشي مشكل، كل يجي عندي. هبط عندي وقف، لقيت مسكين سنانو طايحين، واحد جوج سنان طاحوا ليه، ما عارف كان داك السيد بموطور. قلت له سكت تصاوب دوك السنان اخي كرم، شاف فيا وضحك قال لي غنصاوبهم اخي اليس، قال لي انت خصك تصاوب دوك السنان. هو ديما تيهضر بحال هكا كرم. علقته وسلمت عليه، قلت له دخل جلس معايا. قال لي يلاه نخرج نجلس مع الدراري صحابي، خليته رجع ونجي نريح معاك. قلت له دخل بكري اخي كرم، حنا ما خصنا مشاكل، ما خصنا صداع، بغينا نجلسوا ارتاحوا نهضروا شويه، شحال ما تشوفناش. قال لي اخي الياس كون هاني انا شويه نجي. طلعت الوالده للدار الفوق، انا بقيت كاس انا والدري صاحبي معايا ديك البنت ومعايا نسيبتي، كنهضرو تنتعاودو. ماما طلعت كتصاوب شي حاجه في الدار الفوق، كرم خرج. واحد الوقيته تنسمع الغوات في الدار الفوق، كنت طلعت تلقى امي طايحه في الارض كتقول لي سير جيب خوك. تنقول لها اش واقع امي؟ كتقول لي سير جيب خوك راه غرق في الواد.
خارج من الحبس ما عندي حتى ما نلبس لبس هذاك كومبلي قسما بالله العلي العظيم ما عنديش حتى حوايج اللي غنبدلهم يعني باش نخرج كنجري ونمشي. لبست داك الكومبلي ومشيت كنجري. اختي حنان انت هي جايه بالطوموبيل حتى كتجري وركبت معها سيبتي في الطوموبيل وبقينا كنتجرى. تما مشينا جيت الواد واحد المنظر ما تتخيلوش. البشر مجموع كلشي تيتفرج وحنا تنقلبوا على البلاصه فين غرق. حتى كتبان لينا الصبر ديالها ديالو والسروال ديالو. صافي اختي حنان طاحت تما بدات كتمرغط. انا ما عرفتش تجيني ديك الهضره ديال الوالده كتقول لي ولدي سيرجي بخوك. ما شعرتش براسي تتلاحي بحوايجي فديك البلاصه اللي غرق فيها. عاد بقيت كنحيد حوايجي وسط الواد وتنحيد الصباطي وتنحيد في لافيست والبومبيه واقفين والبوليس واقفين وتيغوتو وتيقول لي الياس طلع. تنقول لهم الله ما نطلع تنجبد خويا. وكنغطس رجلي في الغيص وكنبقى ندوز غير يديا في الغيص باش نقي شي حاجه. والو ما قصتش. والواد خانس موسخ وما تشوف فيه والو. بقيت تنبكي وتنغوت والو. صافي شفت راسي انا الوالد الماليه بدات كديني. تنشوف اختي حنان كتغوت العائله كلشي تمايا مجمع. ما تخيلت ما عرفتش كيفاش نوصف لكم ديك الحاله اللي كنت فيها. شويه عاد توعيت شفت راسي غنغرق حتى انايا. عاد بديت كنجر وتطلعت. كي غدير تمشي عند امك وتقول لها راه غرق راه ما جبتوش امي وهي كتقول لي سير جيب خوك. ننام تما وجينا للدار. جينا مهمتي لقيتها ناعسة في الشانطينة طايحة في الأرض دايرين بها الجيران كتغوات كتقول لهم راه ولد خويا غادي يجيبو إلياس غادي يجيبو. مسكينة مهم كتقول لهم راه خوه مشى يجيبو. شحال نقول لها هاديك الساعة أنا شنو ما عندي ما نقول لها. وقفت قدامها وطحت على ركبي وبديت تنتمرغد معاها وقلت لها مهم ترى لا خويا مشى ما لقيتوش. ايوا شوف الناس كلشي تيبكي وكلشي تيغوت. هاد الحالة خوتي كاين غير يونس واختي حنان. صار اختي في الطاليان ساكنة في صن مختار مكيناش وبابا في فاس. بقينا ديك الليلة درنا ديك الخيمة ديال الكنازة وقف درنا حدا الدار هنايا. واخا هكا قلبي ما طوانيش نضتش مع الدراري ولاد الحومة وهبطت للواد وجمعت صحاب الفلايك كاملين. بقيت تنقلب في الواد بالليل ما رباني لوح تيقول لي في دوك الحواته كيقول لي راه ما غاديش يتلاح راه خصك حتى دوز الماليه الكبيره ولا الصغيره شي حاجه بحال هكا. عادي يمكن لك تشوفو طالع والو. قلت لهم راه ما يمكنش غيبقى 3 ايام 4 ايام في الواد وقوادس يعني ما عرفناش كيفاش غيطلع واش غادي نلقاه واش ما نلقاوش. قلت لهم خصنا نجبدوه باي طريقه. والو طاحت الظلام ما بقيت كنشوف حتى شي حاجه. عاد قلت لهم يلاه نمشيو فقدنا الامل. ديك الساعه عيطنا لبابا جاي من فاس كنتسناو يجي. حتى جا هو من شاف ديك الحاله وشاف ديك الروينه عاد عيط لشي ناس من الاصدقاء ديالو قال لهم راه ولدي غرق. وعاد صيفطوا لينا السكافندريه دوك الغواصه حتى الغد ليه في الصباح مع 10 صيفطوا لنا دوك السكافندريه ودخلوا لديك البلاصه اللي غرق فيها. وبقاو تقريبا شي ساعه ولا ساعه ونص تقريبا وهما تيقلبوا في ديك البلاصه. صافي تفقدوا الامل ما يلقاوش. عاد خمرته الصغير قال لهم هضر مع بابا هو الاول. قال له عمي راه غرق في ديك البلاصه راهي ولا حليهم حجره تما في ديك البلاصه. قسم بالله العلي العظيم الا مشاو لديك البلاصه حتى كانوا غيطلعوا قال لهم الوالد ديالي غيرجعوا. اخر مره قال لهم الله يعطيكم السر ومشاو. جيت ديك الحجره اللي لحنا الدري الصغير قلت تما يلقاه واحد مسكين في القوادس ميت. طلع واحد دارنا مسكين بيدوها صافي راه لقيناه.
ايوا تتشوف الزغاريت والبكا والغوات والفرحه وكلشي مخلط. علاش نقول على الاقل بعد الحمد لله ما غيبقاش في الواد، وجبتنا الحمد لله باقي شاد في راسو يعني ما مازال ما قاسوش الحوت. الحمد لله الحمد لله خرجنا وجات الشرطه العلميه والتقنيه داروا المحاضر ديالهم سولوا الدراري اللي كانوا معاه دينا لامورك. فاش دينا لامورك الوالده والوالد ما بغاوش كرم يدالو تصريح طبي، والبوليس باغي نديرو تصريح طبي، الوكيل عم تيقول لك خص ضروري نديرو تصريح طبي باش نعرفوا السبب ديال الوفاه، واش من الغرق شي حال تسمم، وشكون اللي غيدخلها لدماغهم. الوالده والوالد تسم تصريح تيقولوا صافي ولدنا تا هو غيزيدو حلوه ومشيت وصنيت معاهم الوراق انا بلا خبر منين الدار، حيت غادي يجي في الصندوق يجي في الصندوق يعني صنيت معاهم انايا. تعجبنا تعجبنا خويا كرم الله يرحمه جبنا الدار عاد قلت لها ماما تنقول لكم اقسم بالله الا قلنا السم تتفيق نظره كامله وحق الله العظيم. علاش؟ لان كان كلشي تيبغيه داك الاحترام ديالو داك الادب ديالو، واخا كان بلي الله يعفو عليه ولكن كان مربي مكانش تيهز عينو في جيران، كان عزيز على صحابو بزاف الله يرحمه وسع عليه في هاد النار. كان هاد الفلوق اهداء لخويا كرام الله يرحمه، دعوا له بالرحمه خوتي. عاودت لكم هاد القصه واخا كتألمني عاودتها لكم. يلا تنبغيكم بزاف، مع خوكم الياس قراري.